another question in page 282. تعال نشوف كده هنعمل ايه ونحل واحدة واحدة. طبعا احنا عندنا اسئلة محلولة في النوتس ف we can get back to it. يعني two particles A and B of a mass 2 kilograms and 3 kilograms respectively. particle A 2 kilograms بالSI unit تمام, particle B 3 kilograms بالSI unit تمام, are moving towards each other. يبقى دي ماشية كده ودي ماشية كده. طبعا احنا اتفقنا دايما before the collision انا بكتبها فوق. In the opposite direction along the same straight line on a smooth horizontal surface. ودي حاجة ثابتة في كل المسائل. The particles collide directly immediately before the collision. The speed of A is 5, يبقى دي 5 meters per second. And the speed of B is 6, يبقى 6 وهديها negative sign عشان ماشية عكس direction. وبعدين immediately before the collision the speed of A is 5 and the speed of B is 6. The magnitude of the impulse exerted on B by A is 14. احنا لازم نبقى عارفين ان كده كده the magnitude of impulse exerted on A by B او on B by A هي 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 نفس الرقم بالضبط, مش هيفرق. طيب هنا لما يخبطوا في بعض ايه اللي هيحصل؟ دي وزنها اكبر من دي وسرعتها اكبر, يبقى فورشور دي هتمشي كده, هتغير دايركشن فورشور. ده لوجيكلي سبيكينج. فانا ممكن اسمي السبيد بتاعتها مثلا وهي ماشيه كده اسميها مثلا في مثلا, خلاص. وممكن احط لها نيجاتيف ساين لو انا حابب, يعني انا شايف ان ده ذكاء مني ان انا اشتغل كده الصراحه, عشان دي وزنها اكبر وسرعتها اكتر فاكيد دي اللي هتغير دايركشن. نكمل كده ونشوف الراجل عايز ايه. A الامبلس, اتفقنا ان الامبلس بتاع A جاي لها من ناحية النيجاتيف, فبعكس الرول الاصلية بتاعت الامبلس is V minus U, لكن دايما لA الامبلس جاي لها من ناحية دي فبعكس. فرن I equals M في U minus V, دي الرول, دي I بتاعت A. وابدا اعمل سبستيتيوشن بقى باللي عندي. انا عارف ان دي 14, عارف ان الماس ب 2, عارف ان اليو 5, انا نفسي اجيب الفي. طبعا هي ماينس 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 هتقلب ايه؟ بلس, لان انا المفروض ان انا بعمل دي ماينس ماينس دي ودي بالنيجاتيف فهتقلب بلس. عايز ايه يا عم؟ كمل. هودي تو الناحيه الثانيه هتبقى 7 ايكوال 5 ماينس بلس في, تطلع الفي بتو. شكرا خلصت. ايه عايز اف بي؟ ذا سبيد اوف بي ايميديتلي, يبقى نفس الكلام هستخدم نفس الكلام بالظبط, بس دي بقى الخبطه جايه لها الامبلس جايه لها من ناحيه البوزيتيف فهتبقى الرول الاصليه اللي هي دي ماينس دي. هسمي هنا بقى ايه؟ طيب دي يا مستر انا مش عارف هي ماشيه يمين ولا ماشيه شمال ولا هترجع ولا هتعمل ايه. ممكن تسيبها كده ما تحطلهاش دايركشن خالص وتسميها اكس, وحسب الساين اللي هتطلع هتعرف الدايركشن بتاعها. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. فقوم جاي قايل ان النهارده الامبلس اوف بي ايكوالز ام في في ماينس يو. هنا الفي انا سميتها اكس, الامبلس اي نو ان هو 14 لان اتفقنا ان الامبلس في الناحيتين لازم يبقى زي بعضه, الام ب 3, الفي انا مسميها اكس ومش مديها دايركشن, ماينس يو اللي هي ماينس ماينس هتقلب ايه؟ بلس 6. اطلع الفي اللي هي الاكس, خليني اكتبها اكس عشان تفضل الاكس زي ما هي. الاكس ايكوالز هادي دي هناك تبقى نيجاتيف 4 اوفر 3. نيجاتيف 4 اوفر 3 يبقى انا عرفت الدايركشن على طول ان هي ماشيه في نفس اتجاهها, بس هو الراجل عايز الماجنيتيود. ماجنيتيود يعني عايز السبيد, يبقى السبيد از ايكوال تو 4 اوفر 3.